وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. أولياء الأمور، السادة مدراء المدارس، أعمال مثل إدارة التعليم سلاتة، نتقدم بالتهنئة والطلبة والغبرة من طالب مدرسة فاطمة زياد الطويلة. والطالب كما لنا السبق في بلاد العلم سلاتة، وأن يكون لنا حظ. الاسم فتحي احمد عبد السلام عز الدين، عضو المجلس البلدي بسلاتة. حضورنا في هذا الحفل التكريم في كليه الاداب والعلوم بسلاتة لتكريم الطالبه الفائزين على مستوى دوله ليبيا، فكان يوما سعيدا برفع شان مدينه بسلاتة بتفوقهم، وهذا يدل على أن فعلا مسلاتة هي مدينة العلم. وكان التفوق لطالبين بتقدير ممتاز، وكان لهم السبق في أن اجتازوا هذا التفوق على مستوى العشر الأوائل على مستوى دولة ليبيا. شكرا جزيلا، نرحب بمرحب التعليم بمصر ومنسق التعليم بالبلدية، نرحب بحضورك. أيضا شاهدنا التقدير إلى إدارة مدرسة الطاهر بن زياد الثانوية، سمو الأستاذ علي الطاهر. طالب بهاء الدين عبد السلام علي محمد نويل، متحصل على الترتيب الثامن على مستوى حكومة الوفاق الوطني للعام الدراسي 2019-2020. أشكر كل من قام بهذا الحفل والتكريم لنا من مراقبة التعليم سلاتة، مكتب امتحانات الناصر، كل مدراء المدارس للمنطقة، وأشكر مدير مدرسة علي الأستاذ علي الطافح وكل كافة أعضاء الإدارة والعاملين في المدرسة من معلمين ومعلمات، وأشكر أبي وأمي الذين كانوا سندا لي ليل نهار وكانوا عونا لي في كل شيء، وأشكر إخوتي وأهلي وكل أصدقائي الذين كانوا سندا لي في لوصولي لهذه المرتبة، وأشكر كل القائمين بهذا الحفل والتكريم. هذا الحفل والتكريم كان حافز لي وأعطى لي جرعة معنوية لكي أعطي المزيد لبلادي. مدير مدرسة الطارق بن زياد للتعليم الثانوي سلاتة، أتقدم بخالص الشكر والامتنان لكل من ساهم في هذا الحفل البسيط في ذاته والكبير في معنوياته، حفل تكريم الطلبة المتحصلين على تراتيب متقدمة على مستوى ليبيا، بهاء الدين عبد السلام علي الغوير وآية حسين محمد بوسيف. الشكر لجميع الموظفين والإداريين ومعلمين مدرسة طارق بن زياد الذين كان لهم الفضل الأوفر في وصول الطلبة إلى هذا المستوى، ولكم منا جزيل الشكر.